ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور سعيد، أهلا بك معنا. يعني لعلك تابعت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديم الرئيس للرؤية المصرية الاقتصادية وأبرز التحديات التي واجهتها التجربة المصرية خلال السنوات الماضية. أشار السيد الرئيس أن التحدي الأبرز والأكبر كان فيما أعقب 2011 من حالة من حالات التشرذم والتفكك وفقدان الأمل لدى قطاع كبير من المصريين. كيف استطاعت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إحياء هذا الأمل مرة أخرى بالقدرة على النهوض والتنمية والتقدم على الصعيد الاقتصادي برأيك؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، وأهلا بالسادة المشاهدين. وطبعا إحنا بنشوف يعني القيادة المصرية ومصر في قمة الحكومات العالمية بدبي، والأساس أو الرؤية بتاعة هذه القمة إن كل الزعماء المجمعين عليها في دولة الإمارات العربية الشقيقة هي تشكيل مستقبل أفضل للبشرية. صحيح. وكلنا مجتمعين على هذه الرؤية إن احنا بنشكل مستقبل أفضل للبشرية. وطبعا شفنا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم عن الرسائل اللي حضرتك لسه من شويه يعني قلت ابرز هذه الرسائل. عايز اقول لحضرتك ان هذه الرسائل يا دكتور ليست بعيده تماما عن اهداف التنميه المستدامه اللي مصر بتسعى جاهده ان هي تحقق هذه الاهداف، اهداف التنميه المستدامه اللي منها اللي مصر بتسعى كتير جدا عشان تحققها، وهي الاستقرار الاقتصادي والامني. وطبعا الكلام اللي قاله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الاحتفاليه ما نقدرش ان احنا نحققه من غير وجود استقرار امني واقتصادي، ليس فقط استقرار امني واقتصادي في مصر، بل ايضا دايما كان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في اي محفل دولي يقول ان لابد ان يكون هناك استقرار امني ايضا. صحيح. في دول الجوار، في فلسطين، في ليبيا، في السودان، عشان اقدر ان انا احقق الاستقرار الاقتصادي بتاعي واحقق كل اللي احنا شفناه او كل النقاط الرئيسيه اللي قالها سياده الرئيس النهارده في هذا الاحتفال. ثاني حاجه الاسراع نحو عصر الرقمنه او العصر الرقمي. وطبعا احنا عندنا يعني بدأنا ان احنا ندخل من حوالي 3 سنين أو 4 سنين منظومة الشباك الواحد. صحيح. ومن ثم انطلقنا الى نظام الحكومة الالكترونية. حضرتك يا فندم دلوقتي بتقدر ان انت تدفع كل المخالفات المرور بتاعتك عن طريق الخدمات الالكترونية والموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية. ممكن تطلع كل المستندات الحكومية عن طريق المواقع الالكترونية الخاصة بالحكومة المصرية، وخاصة منصة مصر الرقمية ومنصة مصر الرقمية. حقيقي فعلا للمواطن المصري يعني أزالت عبء كبير جدا جدا ان المواطن المصري يتجه الى المؤسسة الحكومية نفسها ويطلب الخدمة بتاعته، لا ممكن تدخل عن طريق هذه المنصة وتطلب الخدمة بتاعتك. ثالث حاجة الاهتمام بالحوكمة، وده اللي يعني من الواضح جدا من الرسائل اللي قالها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا مصر والمؤسسات الحكوميه بتهتم بالحوكمه. عايز اقول لحضرتك ان احنا في علاقه كبيره جدا بيننا وبين دوله الامارات العربيه. لما احنا من 3 سنين لو نفتكر كده مع بعض اخذنا حاجه اسمها جائزه التميز المؤسسي. صحيح. للمؤسسات الحكوميه، وبدات الدكتوره هاله السعيد وزير التخطيط ان هي تنفذ هذه الجائزه، وبدانا ان احنا نعممها على كافه المؤسسات الحكوميه. بدأنا ندي جائزة الموظف المتميز، بدأنا ندي جائزة للمؤسسة المتميزة، بدأنا ندي للإدارة المتميزة. كل ده احنا اخذناه بشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن جائزة التميز المؤسسي هذه الجائزة أو النظام اللي احنا بنقول عليه حاجة اسمها الـ EFQM، النظام دوت دولة الإمارات بتشتغل عليه من حوالي 10 سنين. لما كنت في الامارات كنت بسال نفسي يعني ليه مصر ما تعملش كده؟ جه الوقت وجه ان القياده السياسيه تستوعب هذا المفهوم، وبدانا نطبقه من حوالي 3 سنين. عشان كده احنا شايفين في تميز في خدمه المؤسسات الحكوميه، ليست فقط للمواطن يا دكتور ولكن ايضا للمستثمر الاجنبي. دلوقتي الخريطه الاستثماريه واضحه كتير جدا 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 بالنسبه للمستثمر الاجنبي. بالنسبه للخريطه الاستثماريه دكتور سعيد، يعني عفوا للمقاطعه، دائما السيد
السيد الرئيس يحرص في يعني بمشاركته في كافة المحافل الدولية أن يعرض للخريطة الاستثمارية في مصر. اليوم الرئيس اجتمع في مائدة مستديرة مع ممثلين للشركات المليارية أو التي يبلغ حجم أصولها أكثر من مليار دولار، قدم يعني الفرص الاستثمارية المتاحة الآن في مصر. برأيك إلى أي مدى مثل هذا التجمع الحكومي، وهو التجمع الأكبر عالميا، يمثل فرصة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر وجذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة برأيك؟ شوف حضرتك، أنا دايما أقول إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المسوق لجمهورية مصر العربية. صحيح. شوف حضرتك، لما يكون عندك كده شركة وفيها مسوقين بيروحوا يسوقوا للمنتجات بتاع، إحنا سيادة الرئيس ولنا الفخر إن هو يسوق للمنتجات ويسوق لحجم المشاريع اللي موجودة عندنا. سيادة الرئيس في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يا دكتور، إحنا سمعنا عن مصطلح جميل جدا إحنا ما سمعناهوش من 3 سنين، وهو قاله في المؤتمر الاقتصادي لو نفتكر اللي عقد العام الماضي في 2022، لما قال حاجة اسمها المطور الاستراتيجي أو المطور الصناعي. احنا عندنا بنية تحتية كبيرة جدا، واحنا من 4 سنين او 5 سنين عملنا بنى تحتية عظيمة جدا زي الانفاق، الطرق، الكباري، كل دي بنى التجمعات والمدن الجديدة العمرانية الجديدة، وده هدف كبير جدا جدا من اهداف التنمية المستدامة، ان انا انشئ مدن ومجتمعات محلية مستدامة زي مدينة العالمين، زي اللي حاصل في سينا، مدينة بورسعيد المليونية، مدينة اسماعيلية، كل المدن الجديدة دي من اهداف التنمية المستدامة. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا هو مسوق لهذه المشاريع. مش هتلاقي سيادة الرئيس بيروح اي محفل دولي الا لما يتكلم عن المشاريع والخريطه الاستثماريه اللي موجوده عندي. صحيح. ما يتكلمش عن الا الخطط التنفيذيه اللي احنا نفذناها عن البنى التحتيه، انا عندي مدن، انا عندي انفاق، انا عندي طرق ومنظومه طرق هتساعدك في يعني حتى السيد الرئيس دكتور سعيد حتى في كلماته أشار بلغة الأرقام، وهي لغة واضحة يعني لا قطع فيها. تحدث الرئيس أنه المشروعات القومية في مصر وفرت حوالي 5 ملايين فرصة عمل للشعب خلال الفترة الماضية، وأن الدولة المصرية تستهدف بناء حوالي 24 مدينة ذكية تتوافق مع متطلبات المستقبل. يعني كيف تقرأ هذه الأرقام؟ شوف حضرتك، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال برضه في الرسائل بتاعته ان احنا مصر ضخت حوالي 1.8 تريليون جنيه في قطاع الكهرباء. صحيح. مصر في قطاع التعليم زي ما حضرتك اشرت كده، وسيادة الرئيس قال ان 250 مليار دولار علشان التعليم. عملنا نفذنا 24 مدينة جديدة ذكية والعاصمة الإدارية. هل حضرتك تتوقع والسادة المشاهدين يتوقعوا ان هذه المشاريع هتبنى لوحدها، ولا لابد ان يكون في عمالة؟ صحيح. لابد ان يكون في ناس بتشتغل علشان تحقق الهدف. وده ابرز واهم عائد للمواطن والشعب المصري بشكل مباشر، ان توفير طبعاً فرص عمل للشباب. طبعا طبعا، وبالتالي هنا عملنا من تقليل نسبة البطالة، وده اللي قالته الدكتورة هالة في احدى المؤتمرات، ايضا في مؤتمر القطاع، المؤتمر اللقاء مع القطاع الخاص، ان احنا قدرنا ان احنا نقلل نسبه البطاله هذا العام ل 7.4%، وده في حد ذاته ده جاي نتيجه ايه؟ ده احنا عندنا يا فندم 2 أزمة عالميه على مستوى العالم. صحيح. عندنا ازمه كورونا، عندنا او جائحه كورونا، عندنا ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه. صحيح. ولكن مصر استطاعت بهذه المشاريع ان هي تقلل من البطاله. طب يعني ايه اقلل من البطاله؟ لا يا فندم، لما اقلل من البطاله عجله الاقتصاد القومي هتمشي، عجله الاقتصاد القومي هيكون معدل النمو الاقتصادي. صحيح. بتاعي هيزيد عن 5.8% ان شاء الله هذا العام. المشاريع الاستثماريه كتير هتزيد، وبالتالي الناتج القومي بتاعي هيزيد، وبالتالي الدخل القومي هيزيد، وبالتالي العجله الاقتصاديه زي ما احنا بنقول كده في الاقتصاد هتمشي، وبالتالي هتلاقي تقليل في نسبه البطاله ومعدل الناتج القومي بتاعي هيزيد. صحيح. اضف الى ذلك حضرتك جذب المستثمر الاجنبي. هو سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بيروح الهند، لما بيروح اذربيجان، ارمينيا، دوله الامارات العربيه السعوديه، يعقد لقاءات مع المملكه العربيه السعوديه، كل ده علشان ايه؟ علشان اجذب المستثمر. حضرتك يا دكتور لو تفتكر في 2022، وايضا زياره الرئيس الكوري كوريا الجنوبيه لمصر في 2022، وبدايه صناعه مصانع للهيدروجين الاخضر والامونيا،
الخضراء، كل دوت جذب للمستثمر الاجنبي. واعتقد ان في حاجه اسمها جامعات طرق الابواب. جامعات طرق الابواب دي اللي بتروح لاي دوله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبدا ان هو ليه زياره ايضا مع رجال الاعمال والمستثمرين. ايضا دكتور سعيد عليهم الخريطه الاستثماريه بتاعتهم. ايضا دكتور سعيد، الرئيس اكد على قيمه او اهميه التواصل مع الشعوب لتوضيح أبعاد الأزمات الاقتصادية، فكرة التي تواجه الدول، فكرة المصارحة والمكاشفة، أكد عليها السيد الرئيس أنه يجب أن يكون هناك تواصل مباشر مع الشعوب لتوضيح أبعاد الأزمات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم. كيف تقرأ هذا التصريح وأهمية أن يكاشف الرئيس شعبه دائما بأبعاد الأزمات التي نمر بها؟ شوف يا دكتور، حضرتك انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. احنا كمصريين لم ولن نجد رئيس دوله ده حقيقي يواجهنا ويصارحنا بمشاكلنا. يا فندم انا عايز اقول لحضرتك، انا يعني انا بمثل سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، زي يعني عايز يقول للشعب احنا مش زي النعام بندفن راسنا في الرمل لما بنعرف باي خطر. صحيح. وما نحسش باي خطر. لا يا فندم، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بدا معانا بالمواجهه والمصارحه. اي مشكله وبينتهز اي محفل سواء اذا كان دولي او اقليمي او في مصر، ان هو يتحدث عن هذه المشكله، ولكن لا يتحدث فقط عن هذه المشكله بل ياتي ايضا بالحلول. احنا هنعمل كذا، وبيواجه وبيشارك الشعب معاه في هذه الحلول. احنا هنعمل 1 2 3 علشان الشعب المصري يشارك. اللي حضرتك لسه بتقوله يا دكتور من شويه، ان الشعب المصري يشارك هذه القرارات، ودي اهم حاجه في نجاح القياده. عشان اكون قائد حكيم وقائد ناجح، ان انا لازم اشارك الـ زي ما بنقول كده الاداره التنفيذيه، اللي هو الشعب، اشاركه معايا انا هعمل كذا وانت لازم تتحمل هذه الضغوط، واحنا لازم ان احنا نبقى مع هذه القرارات وننفذ هذه القرارات. ليه؟ لان احنا كلنا كمصريين يعني اعتقد ان حاجه كويسه جدا ان احنا نتحول الى اقتصاديات دول متقدمه. احنا لسه ما زلنا في اقتصاديات الدول الناشئه، تحولنا من الناميه الى الناشئه دلوقتي الى الدول بنتجه الى مصاف اقتصاديات الدول الناشئه. فانا اعتقد ان حاجه كويسه جدا جدا هذه المصارحه، واعتقد ان احنا نموذج كبير ونموذج حي جدا للدول العربيه. خلينا نتكلم في الدول العربيه، ان كل رؤساء العالم العربي يبقى فيه مصارحة وفي شفافية مع الشعب الخاص ان هو يتكلم عن هذه المشاكل. صحيح. وليس فقط يا دكتور المشاكل، ولكن جميل. الحلول لهذه المشاكل. صحيح. وكيفية حل هذه الأزمات، زي ما احنا شفنا سيادة الرئيس اتكلم معانا بوضوح في جائحة كورونا، اتكلم معانا بوضوح. صحيح. في الأزمة الاقتصادية الخاصة بروسيا وأوكرانيا. صحيح. وقال لنا ان دي ليست أزمة مصرية بتقع داخل نطاق مصر، ولكن أزمة عالمية، وقدرنا ان احنا نتخطى هذه الأزمة. انا هضرب لحضرتك مثال. مصر بدل ما كانت بتستورد القمح من أوكرانيا، الدولة يعني الدولة الوحيدة، احنا دلوقتي في مركز الدراسات والاستراتيجيات والناس المحللين اصبح لدينا 14 دولة نقدر نستورد. صحيح. منهم قمح. احنا ليس قاصرين على هذه الدولة، احنا نقدر نزرع. احنا المشاريع الاقتصادية بتاعتنا تعدت هذه الازمات. صحيح. زي ما بقول لحضرتك، وبدأنا نقلل من نسبة البطالة. تمام. اعتقد ان الى جانب هذه الازمات حاجة مهمة جدا. الى جانب هذه الازمات دكتور سعيد، ايضا السيد الرئيس تحدث عن بناء الانسان، وبناء الانسان يبدا من التعليم، وتحدث انه التعليم يحتاج في مصر الفتره المقبله الى حوالي 250 مليار دولار، وقال نصا نتعامل مع التحديات بالافكار والمبادرات الخلاقه الجديده. هذا التجمع الحكومي الاكبر من نوعه على مستوى العالم، كيف يمكن ان يقدم للحكومات في مختلف دول العالم افكارا جديده وخلاقه وحلولا غير تقليدية يمكن أن تساعد في حل موضوع التعليم وبناء الإنسان بشكل أساسي؟ شوف حضرتك دكتور، ان زي ما انت قلت كده يعني من شوية، ان هذه القمة تقام على 6 محاور رئيسية. من ضمن هذه المحاور هي التعليم والوظائف ودور الحكومات في الاستفادة من مستخرجات التعليم، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. خلي بال حضرتك كلمة مستخرجات التعليم، يعني انت لو حضرتك اكيد في كتير من الناس راحت دولة الامارات في الشارقة. الشارقة دلوقتي بيعملوا حاجة، يعني بيشوفوا المدينة محتاجة ايه، وببدأ ابني على اساس هذا الاحتياج الجامعات. في الشارقة كانوا محتاجين ناس ان هم ينزلوا يعملوا صيانة للاعشاب المرجانية الموجودة في بعض المدن في امارة الشارقة. بدأوا ينشأوا تبع جامعة الشارقة كلية للاهتمام بهذه الأعشاب المرجانية.
احنا في مصر حضرتك، احنا دلوقتي بنعمل الكلام ده من حوالي 3 سنين لو تفتكر، الجامعات، انشاء الجامعات الفنيه والتكنولوجيه اللي محتاجها المجتمع. احنا عندنا جامعات كتير جدا جدا، بس احنا عايزين يا دكتور الاعلام شويه ينشط ذهن المواطن ويعرف المواطن ان احنا ليس لدينا بس فقط الثانويه العامه، لا احنا عندنا جامعات فنيه عملاقه وكبيره جدا انشات منذ حوالي 3 سنين أو 4 سنين. هذه الجامعات تستوعب كافه الانشطه الصناعيه اللي محتاجاها مصر. عندنا في قطاع البترول محتاجين ناس اللحام تحت الميه، احنا عندنا ندره في العاملين في اللحام تحت الميه، احنا محتاجين ناس تتعلم لحام تحت الميه. صحيح. احنا محتاجين ناس تعمل صناعات كتيره جدا جدا، لان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو مؤمن تماما بنظريه التصنيع، التصنيع هو اللي هيخلينا نقبل على ان احنا نبقى زي ما قلت لحضرتك اقتصاد من دول الاقتصاديات المتقدمة. والاقتصاديات الدول المتقدمة مش هتيجي إلا من خلال التصنيع، والتصنيع مش هيجي إلا من خلال التعليم، إن أنا أعلم الناس اللي خارجة من الثانوية العامة إن أنا أبدأ إن أنا أخدهم في هذه الجامعات الفنية وأعملهم. طبعا احنا ليس وليده اللحظه ان احنا نقول ان احنا بنهتم بالعقل البشري او المواطن المصري، ولكن حضرتك من حوالي 4 سنين كان اتكلم عليهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم عن عقل المواطن المصري. صحيح. والاهتمام بالنواحي المصريه، لو تفتكر بالنواحي البشريه المصريه، لو تفتكر حضرتك الخطاب بتاع عيد العمال، خطاب عيد العمال ما كانش بيركز على، كان زمان السياسه بتاعت خطاب عيد العمال كان بيركز على ايه؟ المنحه يا ريس، المنحه يا ريس. لا دلوقتي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل توجه جديد جدا لهذا الخطاب، وبدا يتكلم عن ازاي ادرب العمال. صحيح. المصريين لهذه الصناعات العملاقه. عندنا مصانع الروبيكي، عندنا مدينه. صحيح. الاثاث. صحيح. عندنا المدن الصناعيه المتخصصه. صحيح. كل ده محتاج. صحيح. تدريب للعماله الموجوده. وهو ايضا السيد الرئيس دائما ما يراهن على العنصر البشري وعلى الكفاءه وعلى تطوير كفاءات المصريين في مختلف المجالات الخاصة. أعود مرة أخرى إليك يعني سريعا دكتور سعيد فيما يتعلق بالبنية التحتية والمشروعات القومية والشبكة القومية للطرق. الرئيس قال أنه لا يمكن إحداث أي تنمية دون أن يكون هناك اهتمام بهذه الملفات، ملف الطاقة، البنية التحتية، الشبكة القومية للطرق، وتحدث أيضا بلغة الأرقام أنه تم إنفاق حوالي 1.8 تريليون جنيه في قطاع الكهرباء، وقال أنه الدولة لم تكن لها قائمة دون الاهتمام أو حل مشكلة انقطاع الكهرباء في السنوات الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. شوف حضرتك، احنا البنى التحتية مما لا شك فيه، احنا بنشهد عصر نهضة، عصر جديد في هذه البنى التحتية. طب احنا ليه بنعمل، يعني المواطن لما بيجي يسأل طب ايه الكباري والطرق؟ لا يا فندم، الطرق دي حضرتك هي اللي هتسهل للمستثمر. يا فندم احنا استحالة المستثمر عشان اجي اقول له تعالى استثمر عندي في مصر يستثمر على عدم وجود بنى تحتية. البنى التحتية المفروض يعني المقصود بها هي الطرق، الكراري، منظومة الصرف الصحي، الكهرباء، كل سبل التسهيلات اللي المفروض تكون موجودة لخدمة هذا المستثمر. أنا مش هقدر أعمل مصانع زي مصانع الروبيكي إلا وأبدأ إن أنا أقول للمستثمر الأجنبي تعالى إلا لما يكون أنا مهيئ لهذه البنى التحتية. زي ما انت قلت حضرتك 1.8 من 10 تريليون جنيه ضختها مصر في قطاع دعم الكهرباء، حاجه مهمه جدا جدا. احنا في مبادره حياه كريمه حضرتك راح تشوف القرى اللي كانت من غير اعمده نور، احنا حوالي عملنا 92 ألف عمود اناره موجود في القرى المصريه، ودي ما كانش موجوده عندنا. في التعليم احنا بنينا اكثر من 892 مدرسه موجوده في القرى ما كانتش موجوده، دخلنا اكثر من حوالي 3 قرى موجوده في جمهوريه مصر العربيه ما كانتش اصلا داخله في الناحيه التعليميه. صحيح. وبدانا ان احنا نعرفهم، قضينا على محو اميه كبير جدا، وبدانا نقلل من معدلات محو الاميه اللي موجوده عندنا. يبقى اذا هذه كلها بنى تحتيه. طب انا بعمل ليه مبادره حياه كريمه اساسا؟ ما انا مبادره حياه كريمه هطلع نشء، هذا النشء هيفيدني في خدمة الاقتصاد بتاعي. ليه عملنا القضاء على العشوائيات يا دكتور؟ القضاء على العشوائيات، احنا قضينا على العشوائيات في مصر في اقل من 4 سنين. صحيح. المكسيك عشان تقضي على العشوائيات بتاعتها قعدت 25 سنة. صحيح. 25 سنة عشان تقضي على هذا الموضوع، ايمانا من القيادة السياسية ان انا لما اقضي على العشوائيات هربي جيل او هطلع جيل ناشئ
هذا الجيل هيفيدني في خدمة الاقتصاد وهيفيدني في خدمة مصر. صحيح. وان مصر تبقى في مصاف الدول المتقدمة. اشار ايضا السيد الرئيس في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومات الى اهمية ودور القطاع الخاص وضرورة اشراك القطاع الخاص في مشروعات الدولة. وتابعنا حتى مع السادة المشاهدين منذ قليل مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالمحلة الكبرى اليوم في إحدى قلاع الصناعة الوطنية شركة الغزل والنسيج، والحديث عن ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور في التشغيل والتسويق وأيضا التمويل للعديد من مشروعات الدولة. دكتور خلينا متفقين، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فتح كل مشروع في مصر يقول لك إيه، إحنا هيئنا للقطاع الخاص. صحيح. يلا يا قطاع يا خاص تعالى ادخل معانا شريك، احنا عملنا لك كل حاجه، عملنا لك البنى التحتيه، عملنا لك كل حاجه، ادخل. ومرارا وتكرارا يعني بياكد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على دخول ومساهمه القطاع الخاص، عند افتتاح مصانع روبيكي، مدينه الاساس، مدينه الدواء، كل هذه المشاريع، سياده الرئيس معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واصدار الرخصه الذهبيه للمستثمر، ان انا بقول له انا مش همشيك، مش حلف زي ما احنا بنقول كده، يعني مش هلففك على المؤسسات الحكوميه كتير جدا، لا تعالى انا من خلال مكان واحد انا حضر لك كل حاجه. احنا برضو لو حضرتك تفتكر كده من حوالي 10 سنين كنا بنستغرب هي ليه الشركات في جبل علي بتتعمل في حوالي ربع ساعه، ربع ساعه بس الشركه بتؤسس وبتنطلق. انا كنت استغرب ليه في مصر ما بنعملش حاجه زي كده. جه علينا الوقت ان احنا نعمل منصه الكترونيه، لو تفتكر برضو في اواخر عام 2022 سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال ان احنا عندنا منصه الكترونيه لاستيعاب افكار الشباب والمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر عشان تخدم الشباب في هذه المشاريع وتخدم هذه الافكار الابتكاريه. تعالى كمان لهذا العرض بدايه يناير، في يناير 2023 ومعالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واصدار الرخصه الذهبيه للمستثمرين سواء المستثمر المصري اللي داخل مصر او الاجنبي. احنا مش هنخليك تروح هنا وهنا وهنا، احنا هنتنازل عن البيروقراطيه اللي موجوده عندنا في المؤسسات الحكوميه وهنديك الرخصه الذهبيه، بس بشرط يا دكتور، بشرط ان المشاريع اللي انت بتعملها لازم تكون بتخدم المشاريع الاستراتيجيه اللي موجوده عندي في مصر، ان يكون ليها جزء من خدمه هذه المشاريع، وان انت وان هي تكون يعني اداه من ادوات خدمه التنميه المستدامه اللي موجوده عندنا. يبقى اذا هناك تسهيلات كبيره جدا جدا بتعملها الحكومه المصريه علشان ان انا ادخل القطاع الخاص. نسبه القطاع الخاص حاليا دلوقتي قليله جدا. صحيح. حقيقي قليله جدا لحجم الاستثمارات والبنى التحتيه اللي موجوده في مصر، لابد ان يشارك القطاع الخاص سواء اذا كان في قطاع الكهرباء، سواء اذا كان في المشاريع الاستثماريه، المصانع الكتير جدا اللي احنا عاملينها، مصانع بنبان ومصانع اللي موجوده في صعيد مصر، ودخول القطاع الخاص حاجه مهمه جدا جدا، وخاصه ان مصر وهي سياسه بتنتهجها الدوله وشمال افريقيا في جذب المستثمر الاجنبي في الطاقه المتجدده. صحيح. لابد ان يدخل المستثمر المصري ايضا في هذه المشاريع، واحنا عندنا كل البنى التحتيه. صحيح. وهي سياسه تنتهجها الدوله المصريه اشراك القطاع الخاص في التسويق، في التشغيل، وحتى في التمويل لمشروعات كثيره للدوله، وهو ما اكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسه الافتتاحيه بالقمه العالميه للحكومات بدبي.